بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معايا بقناتي مضافات حلوة من كل مكان. معاكم أم أحمد. النهاردة هعمل لكم وصفة سهلة جدا وبسيطة. أنا فتحت التلاجة النهاردة لقيت المانجية الحلوة الجامدة دي، فقلت أعمل بيها النهاردة إن شاء الله كنافة بالمانجا. إن شاء الله تبقى سهلة عليكم وحلوة إن شاء الله. طبعا الكنافة دي كانت في الفريزر اللي عندي. طبعا هبدأ إن أنا إيه أفرمها كده. طبعا ممكن تحطها في الكب لو مستعجلة، بس هي مش هتاخد وقت. يعني انا هفركها في ايد بايدي كده ومش هتاخد وقت كده، لازم تبقى ناعمة خالص كده. هبدأ بقى نحط عليها السمنة. ده حوالي نص كوباية سمنة. السمنة ديت عشان الأمانة عليها قطعة زبدة. تقلبها كده، تقلبها حلوة كده. تمام كده هبدأ بقى أنا أحطها في الصينية دي كده وأحطها على البوتاجاز تتحمر. طبعا الكنافة على البوتاجاز اهيت. هبدأ اقلب بقى شوية شوية كده. طبعا انا موطية النار عشان ما تتحرقش وما تتلسعش مني. طبعا دلوقتي بعد ما احمرت بدرجة اللون الجميلة ديت، فضيتها في بولة تانية كده، واللي طبعا معايا عسل تقيل كده هفضيه واقلب بقى كده. قلبت الكنافة على العسل بالطريقة ديت لحد ما اختفت فيها خالص. ابدأ بقى ان انا اعمل الكريم الشانتيه. معايا بولة كده، معايا كوباية سكر وسكر عادي، عليها كوباية مية مثلجة، لازم تكون مية مثلجة. الأول أنا هدوب السكر مع المية الأول كده. هحط بقى كمان كوباية كريم شانتيه خام. طبعا دي ما عليهوش أي إضافات. على تستعملي التاني اللي هو الباكيتات ديت عادي، لكن دي انا بجيبه من عند بتوع العطار، بيبقى موجود عنده، بيبقى حلو يعني وبيعمل كمية اللي انت عاوزاها، كمية كبيرة. اضرب بقى كده، اعمل بقى بالمضرب عشان ما ازعجكمش يعني بصوته كده، وارجع لكم تاني. طبعا عملته بالطريقة دي اهوت، هو متماسك وحلو كده. دلوقتي بقت كل حاجه جاهزه معايا، كريم الشانتيه والمانجا قطعتها اهيت والكنافه بتاعتي، وجهزت بولات كده بالطريقه دي. هبدا بقى ان انا احط الايه الكنافه كده الاول. كده اضيف عليها بقى الايه كريم شانتيه. حطيت الكريم شانتيه على في الاطباق كده. هبدا احط المانجا بقى بطريقه منظمه كده. صنف جميل وحلو وسهل ومش هيستغرق منك اي وقت، وتعملي اللي انت حباه وولادك يفرحوا وتفرحيهم وتبسطيهم بحاجة حلوة زي دي كده. هحط
هحط بقى كنافة كمان كده. طبق كمان كريم شانتيه شنطة وزعناها كده. مانجا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله كده خلصنا البولات بتاعتنا. كنافة بالمانجي بقى بالمنظر ده حاجة حلوة خالص وحاجة ما حصلتش احسن من اللي بتشتريها من برة. ودي مليانة مانجا اهيت وحاجة انت تعمليها بالطريقة ديت. ولادي كلهم ورايا هم نفسهم ياخدوا بس لحظة صغير بس في ما تنسونيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم فيديوهاتي الجديدة اول باول وتكون اول واحدة تشوفها بإذن الله. ولو عجبك الفيديو دوسي لايك للفيديو دعما منك للقناة. واترككم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.